خلينا نرحب بنجمنا النهارده كابتن رضا شحاته، طبعا نجم منتخب مصر ونجم النادي الاهلي والمدرب المميز جدا كابتن رضا، ضيفنا النهارده في كوره كل يوم. ازيك كابتن رضا؟ حبيبي عامل ايه؟ منور. ده نورك، ربنا يخليك. ودايما بتيجي كده فورمه ومظبط يعني. لا يعني تلعب كوره ولا بتلعبش؟ طب خفيف والله. الخماسي شغال؟ شغال على خفيف. اخبارك يا كابتن رضا؟ تمام يا حبيبي، كله تمام زي الفل. عايز ابدا معاك حواري يعني بكلامنا عن الاهلي وسان داونز. الناس كلها مترقبه ماتش يوم الاربعاء، مباراه العوده، خساره الاهلي 1-0 من سان داونز في مباراه الذهاب. شايف الوضع ايه قبل المباراه الثانيه؟ يعني الوضع في المباراه الاولى ما كانش افضل حاجه بالنسبه لنا. يعني انا دايما بقول لعيب الكوره عامل زي الموبايل بتاعي. الموبايل ده انت بتحطه جواه ايه، او انت عايز تقول له ايه يوم الماتش، انا محتاج النهارده اعمل ايه. فانا شايف ان هم حطوا كتير قوي ان احنا هندافع كتير، او احنا الاتجاه العام من المحاضره او من الكلام ان احنا عايزين نطلع باقل الخسائر. صح، ده اللي انا حسيته. صح، او ده الرسائل اللي هي وصلت مع ان احنا في ظل التحفظ اللي احنا بنشتغل فيه هنعمل هجمات مرتده على رضا سليم او على بيرسي تاو، فاحنا هنعمل اختراقات مع صلاح. بص، عنده سرعات كويسه، فنعمل هجمات مرتده لو خطفنا جون نصعب الامور عليهم. ده كان السيناريو. ولكن هو في جزئين هنا عايز اتكلم فيه. الجزئيه الاولى ان انا مش عايز الوم المدرب، لان اوقات كتيره جدا وانت راجل في المجال وفاهم اللي انا بقوله، الاوض المقفوله المدير الفني بيقول حاجات كتيره جدا ممكن والماتش هو شغال بقى ما بيحصلش منها حاجه، اللعيب نفسه ما بينفذش اللي انت بتقول. فنرجع نقول هو الراجل ما اشتغلش على ايه ليه؟ طب الراجل ما قالش. على فكره يا جماعه احنا بنقول، ولكن يوم المباراه نفسها كمدربين يعني كمدربين احنا المدرب بيقول، ولكن الحاله المفروض يقول ويدرب فرقته على اللي هو بيقول. تمام، عشان اللعيبه تبقى الحاله حفظ. اللي انت فيها يوم الماتش نفسه ممكن تبقى اللعيبه مش معاك. ممكن تلاقي 6-7 لعيبه مش موجودين وانت نفسك مش فاهم ليه، فده بيحصل. فهنا هقدر اقول ان هو كان عامل طريقه مناسبه للماتش ولكن اللعيبه ما نفذتهاش. الجنب الثاني بقى، الحته اللي تخصه اللي انا برضه هلومه فيها، حته التغييرات توقيتاتها. التوقيتات لا هلومك عليها. ليه؟ لان في مشاكل عندك وفي لعيبه عملت تغييرات متاخر جدا. ما هو ده اللي انا اقصده. ان انا اقصد ايه؟ انت كمدير فني دورك ايه؟ ان انت بتشوف مشاكل فبتتدخل عشان تحل المشاكل. صح صح كده؟ صح. لما اقعد للدقيقه 65 او 67 خلاص، او ده السيستم اللي احنا خلاص بقى كل عارفه، حتى كفرق تانية خلاص احنا عارفين ان مش هتغير قبل كده. يعني لما اجي العب الاهلي انا عارف ان انا مش هغير قبل الدقيقه 65. ما بقاش كده. يعني انا شايف ان لازم يبقى عندك رفاهيه ان انا بين الشوطين بدري شويه لو اللعيب مش في حالته. احنا في المجال بتاعنا احنا زي ما احنا بنقول، انت ممكن تقعد تتفرج على الفرقه وهي بتسخن بيسخنوا تقول ده مش يوم. تلاقي عندك لعيب كده تقول ايه مش يومه ده، يبدا 5 دقايق تحس ان هو مش معاك في تفضل سايبه للدقيقه 65. غلط غلط ان انت تحمل على فرقه، تحمل فرقتك لعيب مش في فورمه، غير. ده اللي انا اقصده يعني. فانا بعذره في الشغل بتاعه ان هو اللعيبه ما كانتش قادره تنفذ الحته الهجوميه، لان هو قايل واكيد مش شغالين عليها، ولكن الحاله ما كانتش افضل حاجه. الجزء الثاني للتغيير الدقيقه 65 ده متأخر. انا شايفه متاخر وبيعطلك في توقيتات. حتى ماتش اللي قبل ده اللي هو سيمبا مش ممكن يعني. انت عندك 3-4 عايزين يغيروا بعد 10 دقائق وسايبهم للدقيقه 65. أي. وكان الماتش ممكن يتخطف منك، فانت بتحط نفسك في ريسك مش افضل حاجه. فانا شايف ان دول النقطتين بس اللي كنت عايز اتكلم عليهم، ان هو اكيد بيتكلم في ان احنا نطلع ازاي، ولكن الحاله بتاعه اللعيبه في الوقت ده في اليوم ده الخزن او الموبايل بتاعي كان مليان ان انا عايز الحاله الدفاعيه اعمل ايه. لما حتى في وقت لما كان بيقطع كوره هو مش محضر هيعمل ايه. فدي كانت عامله لك مشاكل كتير جدا. هو كان بيقطع وبعد كده يقول لك يبدا يبص، لا انت المفروض قبل الكوره ما تجي لك لازم تبقى محدد هتعمل ايه. ايوه، هم بيعملوا كده عشان كده مساحات اللعب بتاعتهم ضيقه. يعني هم منتشرين كويس ولكن كل واحد بيجي له الكوره عنده حل واثنين وثلاثه هو محضر، فبتيجي فبيلعب فبتيجي فبيلعب فبتيجي فبيلعب. فهنا مجهود الذهني قل، مجهود البدني قل، فهو بيلعب لده 90 ما عندوش مشكله. انت عندك مشكله. الاهلي عنده مشكله في ان انت بتستخلص الكوره هنا وما انتش عارف هتعمل ايه، فبتقعد تفكر. وخلي بالك الهدف اللي جه فيك كده، هو مروان بيستلم لسه هيشوف هيعمل ايه. ضغط الشناوي اتفاجئ ان هم خلي بالك هم طول 90 دقيقه بيعملوا ايه؟ قصير 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 قصير. الكره الوحيده اللي ما لعبش فيها قصير الكره دي تسديد، هو اصلا ما فكرش. هو الراجل استلم حطوش رجله بس راحت بشكل غريب يعني، حتى من زاويه متطرفه ناحيه الشمال وراحت في اقصى اليمين. الان الشناوي مستني ايه؟ مستني هعمل كره عرضيه مثلا او هيلعب قصير القصير، فانا هعمل ايه؟ هطلع في ظهر الناس عشان اخد. هو اتفاجئ ان الراجل بيعمل ايه؟ شوط بيشوط
ايا كان طبعا، ولكن مجريات الماتش كلها احنا لو طلعنا انا ما عجبنيش رد فعل الاهلي بعد الهدف، يعني بعد ما الجون جه، جون جه في الدقيقه 51 بدري بعد 6 دقايق من الشوط الثاني. دايما الاهلي لما بيخش فيه جون بيبقى عنده رد فعل جامد هجومي، ما حسيتش بالرد الفعل ده في الماتش اللي فات عشان دماغي كلها ان انا عايز اطلع باقل الخسائر، ودي اقل الخسائر. انا مش عايز اهاجم واحاول فيجي فيها التاني فافقد بس كان ممكن الحته دي او ده هو لازم، ما مش ببرر، كان هو ممكن يجي التاني. يعني انا أيوة بقول طبعا ان الاهلي كان لازم يبقى يهاجم. هو الوقفه دي هو وجهه نظر اللعيب، ان انا طول ما انا اللعيب ولا المدرب؟ اللعيب والمدرب، لان هو 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 اللعيبه مرايه المدرب، اللعيبه مرايه المدرب. لو انا المدرب جريء هتلاقي لعيبه جريئه في الملعب، مدرب قلقان فبينقل القلق فبالتبعيه كل الناس بتقلق، هي ما فيهاش حل تاني. فهو اللي موجود ده شكل اللي هو الراجل كان في تخيله اللي كان عايز يعمله، الهيكل ده او الطريقه، ونفضل على ده ونلعب برضو على هجمات المرتد. حتى لما دخل فيك هدف برضو استمرنا على نفس الوضع، ان انا برضو اقلل الخسائر وان انا مستني المباراه اللي هنا في مصر. ولكن انا بشوف ان المباراه في مصر صعبه جدا برضو، يعني انت ما سهلتهاش. ما احنا لسه هنتكلم عن الماتش التاني. ده انت كمان ما سهلتهاش، فالامور هناك كان لازم يبقى فيها شويه مجازفه. مجازفه محسوبه بالظبط، مش لازم تبقى فريق هجومي يعني. ولكن ما هي الحاله اللي كان موجود فيها اللعيبه في الحته الهجوميه كان كله بينزل تحت الكوره، فحتى لما بتيجي تلعب على الهجمه المرتده زي ما انت بتقول الاهلي ما كانش محضر هيعمل ايه بالظبط كده. لا وكمان الباص ليه طريقه، يعني انا هدي الكريم هديها له فين؟ في مساحه ولا في رجله ولا في ظهر الراجل؟ ما ليها كذا. ايوه الاجنحه مثلا لما الكره تتقطع لازم تتحرك بالظبط، هي ليها تاخد في مساحه اللي هو كان بيرسي تاو ورضا سليم، ما كانش ده بيحصل، ما كانش بيحصل الماتش. غياب كهربا اثر شويه في المباراه الاولى، ان كهربا صلاح محسن بعيد عن الماتشات شويه بقى له فتره. كهربا متعب بس في الماتش ده برضه ما كانش هيبقى مؤثر. اي راس حربه في الماتش ده مش هيبقى مؤثر، لان انت بتلعب فين؟ في نص ملعبك. مش في نص، يا ريت في نص ملعب، انا بلعب في الثلث الاخير. واحنا احنا بتوع الكوره بيقولوا ايه؟ تقسم الملعب ثلاثة. انا بلعب في انهي ثلث؟ انا بلعب في الثلث الاخير، الثلث ده الغلطه فيه سلام عليكم اللي حصلت. انما لو انا طلعت بفرقتي في الثلث اللي في النص هيبقى عندي كام طريقه الدفاع. بتقابل منين؟ انا ممكن اقابل من فوق خالص. من الثلث بتاعك انت الدفاعي. الدفاعي بتاع سان داونز. وانا بدافع برضه، ما هو ده دفاع، بس كل ما بطلع في الثلث اللي فوق كل ما الخطوره بتقل. لان الغلطه هنا هلحق اعوض، الغلطه هنا هنا ما بلحقش. فدي الفكره. الثلث الدفاعي بتاعي. طبعا انا لو طلعت في الثلث اللي في النص وكره مروان اللي دخلت هدف اتقطعت عندي حلول، وعندي الشناوي واقف، وعندي احنا طلعنا فين؟ في الثلث اللي بقى في النص. فده مهم جدا ان انت دايما الثلث اللي هتدافع منه فين ده مهم جدا. طبعا. فكان مهم جدا في الماتش ده ان نطلع شويه فوق. طيب خلاص احنا تخطى المباراه اللي فاتت واللي حصل حصل وخسرنا 1-0. شايف الشغل بقى يبقى ازاي في الماتش الثاني؟ كتشكيل وكطريقه لعب، كتشكيل في الاول وكطريقه لعب نلعب ازاي؟ التشكيل يعني انا ما اعرفش كهربا ايه وضعه. كهربا بيقولوا خلاص يعني جاهز، هو حتى ما رضاش يلعبه الماتش اللي فات عشان كان عنده تقل في العضله الضمه، فبنسبه 100% هيكون جاهز هو وامام للمباراه الثانيه. تمام. انا شايف في حسين الشحات كمان موجود، ما لعبش الماتش اللي فات، ودي ما اعرفهاش ليه برضه. يعني ما فهمتهاش. حسين في الماتشات الكبيره دايما بيبقى مؤثر جدا وله دور، هو عايزه بقى ممكن يكون هنا فول باور يعني. ممكن ممكن ما اعرفش هو دماغه ايه، ولكن لو خد قول لي تشكيل كده، لو خد نص ساعه في الماتش اللي فات ما كانش هيبقى فول باور برضه. يعني انت فاهم انا اقصد ايه؟ يعني في ماتشات كده مهمه لازم ما تستناش للي بعدها. قول لي التشكيل انت شايفه الافضل والانسب للمباراه، مباراه العوده. هو يعني نفس الخط الظهر ما اختلفناش، ياسر ابراهيم ولا رامي ربيعه؟ هاني وياسر وعبد المنعم. لعب رامي؟ لا ياسر مع عبد المنعم. ياسر وعبد المنعم ومعلول وهاني. خلي بالك احنا في حاجه اسمها ممكن يبقى لعيب كويس قوي ولعيب كويس قوي، ولكن الاثنين مع بعض ما يبقوش ناتج كويس، بيكملوا بعض. ممكن يبقى لعيب، ممكن يبقى لعيب اقل، مش مقصد ان ياسر اقل، ولكن ممكن يبقى لعيب اقل، ولكن الاثنين مع بعض انسجام والهارموني ما بينهم يعلى يديك ناتج اعلى. فده مهم ان انت تبقى حاطه في حساباتك. رامي بقى له 3 ماتشات بيلعب، سيمبا وماتشين وماتش سان داونز. انا بشوف يعني الثنائيه بالاثنين دول افضل، ياسر وعبد المنعم وهاني ومعلول كده. تغييره في خط الدفاع. نص الملعب مروان ديانج امام. امام يبدا عشان هو بقاله كتير مصاب من ماتش الاسماعيلي في الدوري، بقاله حوالي 3 اسابيع. امام من ما خدش خالص من بعد امام من الناس اللي انا بشوفها زي اكرم توفيق. لما ترميه مش ما يقلقش. ما بياخدش وقت. في ناس، في لعيبه كده ما بتاخدش وقت في لما بينزل ما بيحتاجش. يعني امام يبدا قدام، يبدا
يبدا هو ديانج ويلعب ومروان عطيه. 86 86 عايز زمان الاهلي بيشتغل كهربا رضا سليم حسين الشحات. ايه ده تقعد بيرسي؟ اه ده بيرسي يعني لعيب جنوب افريقي وحافظ فرقه سان داونز ويعني الماتش ده حسين. حسين انا تكتيكيا ولا حسين وبيرسي تاو؟ لا انا عايز رضا سليم. رضا سليم ليه؟ رضا سليم عنده تكنيك في الترقيص كده مختلف وعنده سرعه كويسه ودايما اول قرار ليه على الجول. بيرسي تاو شويه بيلعب بشكل جمالي ليه هو، يعني في لعيبه بتحب الشكل الجمالي زي عبد القادر بيهتم بالشكل الجمالي، ولكن جماعيه اللعب بتحتاج نوعيه ثانيه، جماعيه اللعب بتحتاج رضا سليم مش بيرسي تاو، مع ان بيرسي تاو مؤثر جدا. انا اقصد ان انا محتاج الموضوع يبقى دايركت، مش محتاج ان انا في حلو يعني بمتع نفسي مش وقته يعني انت عارف ان انا مش وقته خالص. انا شايف ان رضا سليم الواقعي يعني اكتر رضا سليم وحسين نفس الكلام عنده برضه رضا شمال وحسين يمين وبتبدل خلي بالك الاطراف دي مالهاش مالكه يعني انت وتقدر في وقت من الاوقات لو انت امام مش جاهز ممكن تزق رضا سليم هنا وتحط حسين هناك وتنزل بيرستاو وطرف لو انت احتجت ايوه دخل رضا سليم مكان يعني تبقى 8 في 8 بالظبط ناحيه مكان الشمال ويلعب حسين قدامه في الحته دي وبيرستاو وكهرباء تلعب كهرباء قدام يبقى انت عندك هنا حلول كتيره جدا. الامام موجود او مش موجود هتدخل رضا سليم يعني انا اقصد انت وانت شغال الامور بتقدر تتحرك زي ما انت عندك نوعيات لا وعندك اكرم طفي يلعب في حته الباك رايت ممكن لو عايز تحط اكرم 8 في الثمانيتين برضه هيلعبها كويس جدا ما عندكش مشكله. انا عايز اقصد انت عايز يعني لعيبه عندها قدرات هجوميه واجهز من اكرم شويه اكرم راجع من اصابه طويله يعني. عشان كده قلت لك رضا سليم ان انت لو لعبت رضا سليم في الحته اللي هي الثمانيه دي برضه هيديك هو مجهوده عالي ولعيب تكتيكيا عالي جدا وبرضه حته التكمله دي بيعملها بشكل كويس. الكلام كله كان في المؤتمر الصحفي امبارح مكوينا اللي هو مدرب سان داونز قال انا هرجع هروح القاهره هلعب بنفس الطريقه ههاجم في مصر عايز اجيب جون لو جبت جون هصعب الامور على النادي الاهلي. كنت من شويه بكلم كيفن جونسون اللي كان ماسك الاهلي مع موسيماني قبل كده وهو دلوقتي ماسك في كايزر تشيفز في جنوب افريقيا مدير فني فقال لي لا يعني سيبك من الكلام ده هنا سان داونز هيجي هيامن دفاعيا بشكل كويس جدا ان هم عارفين خطوره وقدرات النادي الاهلي في القاهره. رايك ايه سان داونز هيلعب ازاي؟ لا هيعدي هيحاول يعدي ربع ساعه الاول لان هو عارف ان هيبقى في ضغط يامن دفاعيا يعني طبعا هيبقى في ضغط جماهيري كبير وهيبقى ان اللعيبه نازله بدافع مختلف ووضع ما هو عارف القاهره عامله ازاي فالوضع هيبقى هو هيحاول يخرج الربع ساعه على قد هو بالنسبه له لو عدى الربع ساعه اللي في البدايه اللي فيها الشده والضغط الجمهور ويبدا يلعب بطريقته الامور بالنسبه له هتبقى هادي. لما تقول لي ان انت من اول ما هتنزل تهاجم لا مستحيل يعمل مستحيل. كده مستحيل مستحيل. طيب خلي بالك احنا برضو امام مباراه صعبه طبعا مش سهل الاهلي يكسب هنا 2-0 وقلقي في المباراه القادمه ان الاهلي يخش فيه جون صعب الامور طبعا ان لو دخل فيك جون لازم تجيب ثلاثه ومع فرقه زي سان داونز الموضوع مش سهل. شايف الاهلي يعمل ايه؟ انا حتى في مقدمه البرنامج قلت لازم يبقى فيه بالانس حتى وانت معاك الكوره تبقى مأمن بثلاث اربع لعيبه في النواحي الدفاعيه حتى والنادي الاهلي معاك كوره. شايف الاهلي يعمل ايه عشان يأمن دفاعاته ان لو لا قدر الله الاهلي دخل فيه جون هيبقى الموضوع صعب؟ بص احنا عندنا مشكله اصلا في الكوره في مصر ان احنا دايما بصينا على الكوره بس ودي يعني انا بشوفها في كل الفرق يعني مش هقول الاهلي بس ولكن او الكوره الثانيه يعني الكوره تتلعب خبطت في حد وراحت في اتجاه محدش شايف حاجه محدش شايف يعني كله بص على الكوره محدش شايف اللي في ظهره دي مشكله ازليه عندنا ولكن انا بشوف ان الاهلي عشان يكسب المباراه دي محتاج كل ما هو احتكاك في بدايه المباراه لازم ياخده الاحتكاكات يعني اي نوع بقى كتف في كتف في رجل في رجل ايا كان لازم في البدايه بتاعتي خلي بالك الاهلي اقوى بدنيا ما نقصد في الالتحامات والقوه ما حسيتش ده في الماتش الاولاني هم خفاف بالظبط وعندهم مرونه ورشاقه اللعيب يعني دايما ستايل الاجسام في جنوب افريقيا كده عكس نيجيريا وعكس الكاميرون وعكس الاجسام الافريقيه لكن احنا دي المفروض احنا بالنسبه لنا ده طبيعي انا اقصد ان انت فاكر لما كنا يعمل تلعب على سير دباك يعمل ايه اول ما تنزل ايوه بيديك واحده كده عشان ليه يديك واحده عشان انت طول الوقت تبدا قلقان ايوه مجرد انا اخدت من ذهنك حته القلق فانت بتقل امكانياتك انت مركز في حاجه بره عشان ما تخبطش تاني فانا اقصد ده هي لما فرقه بتنزل بتروح واخده واحده في اثنين في ثلاثه لا هو ايه هو يبدا هو هنا هيبدا يحس يقلق. ان الموضوع فيه قلق انا عايز يوصل له حته القلق دي مع ضغط جمهور مع ان انت نفسك لما انت بتاخد الخط ده دي وبتحس ان انت راكب
هو عامل نفسي مهم جدا ومؤثر، فمهم جدا ان انا استغله لصالحي في البدايه على الاقل عشان اقدر اخد الدفعه دي. في الحاله دي في الوقت ده بيحصل عدم اتزان عند الخصم عندك، فانت تقدر تستغله وتقدر في الربع ساعه اللي في الاول تقدر تجيب هدف. انت لو جبت هدف بدري الامور بالنسبه لك هتبقى اهدى وهتبقى عندك واقعيه اكتر، ولكن مش حابب ان نسيبهم يبداوا يحضروا ويبدا يطلع لي في نص ملعبي وابدا اخد التلت الدفاعي ويبدا يشتغل وانا واقف اتفرج. لا، الخناقه لازم تبقى بدري شويه. ايوه احنا بنقول في الكوره ايه؟ الخناقه تبقى في التلت اللي في النص. ابعد عن التلت اللي فين؟ الاخير ده، لان اي غلطه ممكن تعمل لك مشكله، انما التلت اللي في النص ده احنا خناقه بقى مش يعني هنقدر نعوض يعني. لو عايز تغير في الماتش الجاي يعني كهربا مثلا لعب وتالق وعايز تغير وتعب، تنزل موديست ولا تنزل صلاح مصر؟ الماتش الجاي احط بيرستاو مهاجم؟ اه ولا تحط صلاح محسن ولا موديست؟ اه لا، ما اظنش ان اللقاء هيبقى مثلا ممكن احتاج صلاح محسن لو انا عندي مساحات وعايز استغلها. ماشي، ممكن استغل ده. موديست لا، يعني مش جاهز، انا مش شايفه جاهز خالص. خالص مش هي هو مش جاهز ولا هو قدراته دلوقتي كده بدنية انه سنه كبير؟ لو كده تبقى كارثه. يعني انا بقى يعني انا يعني بحاول اخفف عليا. ما انا عارف، انا بسالك برضو عشان يعني ازنقك عشان تقول لي اللي جواك. ما انا بقول لك اهو، لا يعني لا يعني انا بحاول احطها في اطار بدني. هو مش جاهز. هو مش جاهز. لان لو الوضع كده واحنا شايفينه من الاول دي كارثه. فمش عايز احطها في الحته دي، خلينا اقول ان هي مش جاهز. مش جاهز. شويه كده لغايه ما نشوف اللي هيحصل. خلينا يعني ناخدها في السكه دي، لان لو مش جاهز هيجهز. ايوه. بس الموضوع مطول شويه. لان انا دلوقتي عايز اعتمد عنده على ايه؟ انا هعتمد على ايه؟ على القوه الجسمانيه عشان يحضر يقف على الكوره. هو انا شايفه ان هو الكره العرضيه بس يعني والله في الماتشات انا اتفرجت هو ما لعبش كتير، بس انا شايف ان هو كطول وك بيلعب بدماغه كويس، وحتى الان كمان لسه مش ظاهر يعني. شفت الفيديوهات القديمه حتى تعاملاته في الكوره العرضيه في الاهلي ما كانتش افضل حاجه. مش فلافيو يعني. انت فاهم انا اقصد ايه؟ انت عايز يعني اللي بيلعب كويس بدماغه ده ليها لا انا شفته في مع بروسيا دورتموند، شفته مع الفرقه. ماشي، انا اقصد الحاله دلوقتي ليفركوزن اعتقد او فرقه كان الحاله دلوقتي. لا شفت لا فيديوهاته و... الحاله دلوقتي بيلعب دماغ كويس جدا، ما اقدرش اجازف بيه. انا وجهه نظري ما اقدرش اجازف بيه لو انا هلعب حد طرف الا بقى لو انت مثلا ممكن تحتاج فرودين في وقت من الماتش اللي الدنيا مزنقه. هي بالظبط والاهلي كسبان واحد ولا حاجه ومحتاج يجيب جون تاني او متعادل، وفي اخر ربع ساعه تلعبه ممكن يلعب جنب كهرباء او يلعب باتنين فراوده. ممكن يلعب لو احتاج ليه، لو انت احتاجته. انت محتاج مثلا حاجات هتشتغل بالعرض ومحتاج حد يعني ولكن مش ما اظنش ان هيبقى محتاج. متفائل يا كابتن رضا الماتش الجاي؟ لا متفائل طبعا يعني. متفائل. طبعا النادي الاهلي عنده شخصيه وعنده جمهور عظيم يعني، يقدر يلم الحاجات دي ونقدر نعوض ان شاء الله. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع كابتن رضا شحاته، ولكن هساله بقى عن الدوري المصري، رايه في ماتشات النهارده الاسماعيلي والداخليه فيوتشر والبنك الاهلي، ورايه بشكل عام في الدوري المصري بعد الفاصل مع كابتن رضا شحاته. نرجع تاني مع كابتن رضا شحاته ونروح بقى للدوري المصري. النهارده كان في ماتشين، الاسماعيلي والداخليه 0-0 ومودرن وبنك الاهلي 2-1 لصالح مودرن. ماتش الاسماعيلي والداخليه رايك فيه ايه؟ يعني متوسط. انت كنت ماسك الداخليه السنه اللي فاتت. متوسط، لان الداخليه بتلعب بطريقه نفس الفكره، بيبقى في زون ديفنس في الحته اللي هي قدام ال 18، بيلعب على الهجمات المرتده. الاسماعيلي حاول طول الوقت ان هو يقدر يخترق الحاجات دي، ولكن برضه ما قدرش يعمل كده. والداخليه كان عنده فرصه كمان يكسب ضربه الجزاء، جاله ضربه جزاء وجاله فرصتين في الاخر كان يقدر يخلص بيهم الماتش كمان. هنستبعد يعني الاهلي في الخمس جولات، شايف مين الفريق الافضل حتى الان؟ فرقه، بص هقول لك حاجه، ما فيش فرقه متماسكه قوي لحد دلوقتي باستثناء بيراميدز. دي الفرقه المتماسكه كأداء ونتائج وشكلا يعني. انا من الناس اللي ما بتهتمش قوي، ماليش علاقه بالنتيجه يعني. النتائج دي اي حد يبص، انا راجل بتاع كوره، فبص الفرقه بتعمل ماتش حلو بتلعب بتكتيك معين ممكن تيجي في جونها عادي جدا في الكوره، فانا ابص الفرقه هم منظمين. فانا شايف ان بيراميدز من الفرق المنظمه اللي وضعها مختلف السنه دي. شايف ايه في الزمالك؟ الزمالك طريقه اللعب بتحتاج نوعيه طول الوقت تبقى مركزه، وطول الوقت تبقى في في في
في الحاله 100%. لو الحاله دي قلت 70 هيعمل لك مشاكل كتيره جدا في طريقه لعبك. يعني طريقه لعبك محتاجه لعيب دايما طول الوقت يبقى مركز 100%، لان طريقه لعب صعبه فيها تكتيك كتير. لو انت مش في حالتك 100% تركيز بقيت 70، الطريقه دي تضرك ما تفيدكش. يعني الطريقه هي صح، بس لازم انا ابقى جاهز 100%. ايوه، يوم لما ببقى جاهز ببقى زي سموحه. يوم لما مش جاهز، ماتش سموحه والزمالك يعني ليه؟ طريقه اللعب واللعيبه كلها في قمه التركيز. لما تيجي تقلب بقى الناحيه الثانيه تضرك الطريق. ايوه، فلازم دايما يبقى لعيبه 100%. وانت في مصر هنا ما تنتظرش ضمن اللعيب 100% دي ابدا. مين الفرق اللي فاجئتك مستواها فاجئك وحسيت ان هم الحصان الاسود لغايه دلوقتي في الدوري؟ الفرق البلديه ما ماشيه بشكل بلديه المحل كويس، لان انا ببص برضو للعامل المادي. ما انت الفرقه برضو مش ما فيهاش امكانيات ماديه كتير، فالامور بالنسبه لهم الى حد ما مستقره. ولكن ما تيجي تبص الفرقه كلها الدوري، الدنيا كلها بتخبط مع كله تقريبا. هم فرقتين اللي مستقرين والباقي كله هو دلوقتي فيوتشر وبيراميدز طبعا رقم واحد، فيوتشر رقم اتنين، وفي شايف انا برضو زد عاملين بدايه كويسه في الدوري، رغم ان هم برضو لسه صاعدين وكده، لكن برضو يعني الدنيا مش وحش، رغم ان كان ممكن يكسبوا البلديه ويكسبوا سموحه، بس حتى الان التجانس الامور مقبوله. التجانس، ولكن هو زد عمل حاجه كويسه جدا وجهه نظري، جاب لعيبه مؤثره بتعرف تلعب على جول شادي وزيكو وميسي، وعنده مجموعه بتعرف وصابر محمود صابر وصابر في نص الملعب. لا، عندهم مجموعه كويسه، واتوقع ان هم برضو السنه دي يعملوا حاجه محترمه. هو مجدي عبد العاطي مدرب كبير يعني. مين احسن لعيب دلوقتي في الدوري المصري شايفه، او اللي ظهر الخمس ماتشات الخمس جولات اللي فاتوا؟ انا اللي مركز معاه زيكو بالحاج. زيكو وبالحاج زد بالحاج الجونه، واحمد بالحاج بيلعب في الجونه. دول الاثنين اللعيبه اللي انا بشوفهم مؤثرين مع فرقهم بشكل بعيدا بقى عن الاهلي والزمالك وبيراميدز. بيراميدز برضو فيها، لا يعني بيراميدز فيها وليد الكارتي فيها لعيبه ممتعه. لا، وليد ممتع، وليد الكارتي اللاعب المغربي. حاجه يعني مع عندهم حلول كتير، بس انا بحب اللعيب المختلف. هو مختلف، وليد مختلف. في كوره في ماتش الزمالك 2 السرور اللي بدماغه، لا بيهزر. الهدف بتاع رمضان صبحي بالظبط، لا عامل سرور بدماغه. ايوه صح. لا، فدي حاجات مش لازم نقف نتكلم عندها، فده لا يعني ده لعيب سريع. رايك في الجونه وانت فرقه دربتها قبل كده واخر ماتش كسبوا فرق 1-0 كسبوا فرق 1-0 متماسكه، ولكن الاستمراريه مهم. يعني المشاكل والدوري شغال، المشاكل بتبان، اللعيب بيقع، بيحصل مش عارف ايه، ولكن انا بشوف انهم هيحتاجوا لعيبه في شهر واحد لازم يدعموا. اشكرك كابتن رضا. حبيبي يا كيمو، استمتع معاك جدا. ربنا يخليك. الله يخليك، نورتنا والله. حبيبي ربنا يخليك. اشكرك كابتن رضا شحاته طبعا، بشكره شكرا جزيلا، وبشكر كل طاقم العمل في كرة كل يوم، ونتقابل على خير بكره ان شاء الله.